ايه برو، اجي متوع البليصه اجي زوين، ولا ولكن اجي متوع ولو 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 ولا على منظر كده زوين هاد البليصه اجي بزاف ما غادي نضطر نمتعوها. ولكن انت كتسافر بشي باليزه كبيره في السفر ديالك، تنقول لك كنصحك زيزك صغيره الصوت، شي واخا تكون غادي شهر صويك صغير بحال هذا كافي كمان، بصويك صغير والله الا كافي. على حقش حنا المغاربه كتلقاي الزباليزه جوج بوالس ثلاثه ومعدب، صح صويك صغير كافيكم فوتك الله. راكب مع واحد مسيرة الأجرة، بلا ما نقول السمية بالونجلي باش ما نفهمهاش ويتقلع ولا شي حاجة ولا يتنوى. أنت غادي معايا كاع مخدم الكونتور، الكونتور في الزيرو. قال لي أنا عارف شحال غادي نمشي، عارف أنه خاصو يوصلني ب24. المهم كيف نزلت في المحطة ما عرفت كي بنت ليه، سيرتو قال لي فين غادي، قلت لي سميت هاد لوطيل هذا، هو يسمع لوطيل من فخنان هو ولي 70، بقيت كنشوف فيه. قلت له يلاه على بركة الله، قال لي واش متأكد؟ قلت له يلاه ما نعطيهش 70، غادي نعطيه 100 الصوت. مخش في الحياة تبقى تعصى وتبقى دير دي رياكسيون على والو، بزاف ديال الحوايج كنشوفوهم غالطين في حياتنا، خاص يكون عندنا واحد رد الفعل إيجابي ليهم ونمنيكم. أنا عارف وبنشت، ولكن شفت تعيت وقلت اللهم بارك، الله يجي يخلف زيدو. راني ديما هنايا وعارف هنايا مزيان، سولني ملي كنا جايين في الطريق، قال لي واش انت اول مره هنايا؟ ما بغيتش نحرج نقول له انا راه ديما هنايا. قلت له رانا اول مره، راه الله نازل من المطار وجيت للمحطه ديال التران، تلاقيت معاك واني غادي. انت دير فيها راسك مشهور ما فهمت حتى لعب. اللي عجبني في هذا الشيء هو السيد فرحان، فهمتي السيد صايك فرحان وشي حاجه زوينه، فهمتي زيدو انت غادي تعطيها، ماشي زعما انا عاطي، زعما راه زعما ماشي زعما انا كنعطي، راه الله هو العاطي وانا غادي نعطيه هنايا، وتيخلف عليا الله من جهه اخرى انا ما تعرفين يعطيني الله. الطيل تاهو كيعجبني، الدخله كامله رخام ولكن ما وصلش للنيفو ديال هذاك ديال ديك النهار. الطيل متواضع حتى هذا، واخا خمسه النجمات ولكن ما يوصلش لذاك النيفو ديال هذاك ديال ديك النهار. هذاك ديال ديك النهار راه الهربه الصاط، هذا غير الطيل خمسه نجوم ولكن متواضع جدا. كما قلت سويت متواضعه، ماشي بحال هذاك الشيء ديال ديك النهار. واخا خمسه النجوم، كوزينه هنايا، هاد المرايه واعره هنايا مقابله مع طابل ديال الماكله، فوتويات الصالون بالتلفزه، ماشي بحال ديك النهار كنا قرابين للابراج، دابا بعادين على الابراج. كما وبعد الصالون كنجيو لبيت النعاس، بيت النعاس كتطلع للابراج، عندك التلفزه، ولكن اهم حاجه معلم هي 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 الدوش. هادشي كامل رخام رخام، فهمتي الله كجري الصاد، كيعجبني فغيمون هاد الكوان هذا. علاش شتي هنايا ومشيتش داك لوطا اللي حدا الابراج؟ عقلتي الصغ داك لوطا اللي حدا الابراج الهربه على عود، ولكن ما باغيش نضرب غطا الطواله، باغي نخرج على رجليا ندير شوبينغ غير هنا، وانا كنتمشى على رجليا ونرجع على رجليا، دونك بلا ما نضرب الطواله والطاكسيات السويت اللي خدينا هنايا مقارنه مع ديك اللي خدينا ديك النهار حدا الابراج. عقلتي عليها الصات كامله جاج كتطلع المدينه كامله، والابراج هذه رخيصه بزاف، هذه كتبقى ب 1600 درهم، زيد عليها باغيين اكستاندي حتى لسته العشيه، قالوا لي زيد 500 درهم 2100 درهم، تالعب الصات تالعب. زيد عندهم احسن سويت في لوطيل، قالوا لي خذ راحتك، عطوني لاكسي للكلاب فابو، قالوا لي هز اللي بغيتي كل اللي بغيتي، مزيان نيت نضربوا شي سناك مع ديجا جاني الجوع قبل ما نوصل، قبل ما يوصل الليل، فهم نقدروا بشي حاجه بين ما. وانا خخم